طبعا الاخطر حاجه بقى النوم بالعرس. نوم العرس ده مصيبه. العرسه ممكن جالها اي تلوث من الهواء، من الجو، من اي مصدر، والواحد يبقى نايم فتره النوم، مفيش عمليه دموع، مفيش عمليه غسيل للعين، الميكروب موجود، يحصل تفاعل. نوم الصبح العين فيها قرحه والعين ملتهبه جدا، وطبعا في الحاله دي بنخش بمضاعفات خطيره جدا جدا، تاثر على الرؤيه وتاثر على سلامه العين. فالنوم بالعرس طبعا ده مرفوض تماما ايا كان السبب.